مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الوطن. اليوم نبداه بابرز الاخبار في المملكه العربيه السعوديه. السعوديه تقول نتحمل تاشيره الحج والعمره للقادمين لاول مره، ووزاره الصحه تكثف استعداداتها للتعامل مع ضربات الشمس خلال موسم الحج، والعيادات السعوديه تقدم اللقاحات ل 567 طفلا سوريا خلال شهر واحد. أما عن أبرز الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم من الوطن: نظام التوثيق، تخفيف العبء على المحاكم، ونشط بيئي يطالب بقافلة البيئة الصيفية، فما هي أهميتها وما هي أهدافها؟ أيضا الاستيراد يخفض أسعار المواشي ب 20% قبل الحج. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مستشفى بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان جنوب غربي باكستان، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. المصدر قدم تعازي المملكة لأسر الضحايا والجمهورية باكستان حكومة وشعبا، وقدم تمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا في الوقت نفسه تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية اعترضت صباحا صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية باتجاه مدينتي أبها وخميس مشيط، هذا وتم اعتراضهما بدون أي أضرار، فيما بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف مواقع إطلاق الصاروخين في ضواحي محافظة عمران. يواصل أكثر من 356 موثقا الاستعداد والتجهيز لإطلاق أعمالهم وتقديم الخدمة للجهات الخاصة وللأفراد، ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى المعلن عن الترخيص لهم في شهر شعبان الماضي من وزارة العدل لمشروع خدمة التوثيق، والذين تم تنفيذ دورة تدريبية على نظام التوثيق وأيضا نظام البصمة وغيرها من متطلبات المهنة. بلغ إذن العدد الإجمالي حتى الآن للتراخيص المعلن عنها من وزارة العدل ما يقارب 500 موثق، يشكل 356 موثقا الدفعة الأولى، فيما 120 موثقا الذين تم الترخيص لهم في الدفعة الثانية التي تم الإعلان عنها نهاية شهر رمضان الماضي. هذا ويتطلع الكثير من قطاع الأعمال والأفراد لانطلاق الموثقين بأعمالهم والاستفادة من خدماتهم، وتوقع الكثيرون أيضا أن يمثل مشروع خدمة التوثيق نقلة نوعية لمرفق القضاء وللأعمال التجارية وتنظيمها وسرعة تنفيذها ومعالجة مشاكلها القانونية بشكل أسرع بدون اللجوء للمحاكم وتحولها لمحاكم التنفيذ مباشرة. عبر الهاتف مباشرة من الرياض ينضم لنا المحامي أحمد الراشد. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن نظام التوثيق وأكثر من 356 موثق يستعدون ويتجهزون لإطلاق أعمالهم وتقديم الخدمة للجهات الخاصة وأيضا للأفراد، لكن لو تشرح لنا في البداية ماذا يعني نظام التوثيق؟ ما هي المهام التي سيقوم بها هؤلاء الأشخاص كموثقين إذن؟ أرحب بكم في قناة الآن، ثم أعلق على ما طرحتيه من هذا النظام. طبعا هذه لائحة تعتبر ليس نظام بشكل كبير، ولكن تعتبر لائحة الموثقين. هي طبعا تتكون من 15 مادة، يعني هي مواد بسيطة طبعا تنظم حالات التوثيق فيما يتعلق. طبعا حدد المنظم الذي أصدر هذه اللائحة في المادة طبعا الأولى هو يعهد إلى الموثق توثيق العقود طبعا والإقرارات. هناك كانت عقود تكتب عن طريق المكاتب العقارية، وتكتب عن طريق حتى معارض السيارات، وتكتب حتى في مجالات أخرى في مجال العقود وفي مجال الإقرارات. يعني هو يتضمن هذا اللائحة، تتضمن هذه اللائحة نوعين من التوثيق، هي العقود والإقرارات. طبعا العقود هي بيع العقارات طبعا وقسمة المال المنقول والوكالات طبعا وتأجير العقارات والمنقولات. طبعا المنقولات هي كثيرة طبعا متعددة، المنقولات مثلها السيارات والمعدات والموزون، كل شيء موزون يعتبر منقول، وكل شيء ثابت يعتبر عقار ثابت. ولكن لا يجوز للموثق أن يفرغ هذا العقار، ولكن عليه له أن يوثق مثلا بين
المتبايعين، مثلا البايع والمشتري يحضر عند هذا الموثق ومن ثم يكتب عقد، فهذا العقد ملزم للطرفين. هناك طبعا لا. هذا النظام خفف من المحاكم العامة المنازعات والخصومات التي تحدث فيما يتعلق في صحة البيع. هذا التوثيق يعتبر يعني الموثق يعتبر جهة رسمية صدرت له ترخيص من وزارة العدل، وطبعا لا يسمح لأي شخص أن يأخذ هذا الترخيص إلا إذا كان محاميا أو زاول مهنة كتابة العدل في كتابة العدل في المملكة، أو زاول مهنة القضاء، أو زاول حتى مهنة التدريس فيما يتعلق بالفقه والأنظمة. نعم. طيب يعني هذا المشروع الآن خدمة التوثيق إلى أي مدى ستساعد أكثر في الارتقاء بالقضاء في المملكة العربية السعودية من خلال تخفيف العبء عن المحاكم كما ذكرنا، من خلال تسهيل المعاملات على الأفراد، على الشركات، على يعني على الجميع، على جميع المستويات في المملكة العربية السعودية؟ طبعا هذا التنظيم، طبعا ليس نظام، هذا التنظيم يخفف الأعباء على المحاكم بشكل كبير. يعني ممكن يعني دائما انت تعرفين يعني المحاكم العامة لديها كثير من القضايا الذي زحمت بصراحة المحاكم، ولكن طالما هناك توثيق أو هناك عقود توثيقية تعتبر سندات تنفيذ، يعني يلتجي لها الشخص إلى محكمة التنفيذ فقط لا غير، ولا يجوز المنازع أمامها محكمة التنفيذ، فيعتبر هذا العقد أو هذا الإقرار سند تنفيذي. يعني لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يتعلل بما تم بهذا العقد أمام الموثق. يعني هو يعتبر توثيق كامل، لا يجوز له إلا إذا كان هناك مثلا رفض أحد طرفي العقد أن ينفذ ما بهذا السند، فعليه أن يلتجي لمحكمة التنفيذ، ومحكمة التنفيذ لا تنظر في الموضوع، تنظر في صحة التوقيعات فقط لا غير. وطالما هناك ختم للموثق فتعتبر هذا سند تنفيذي مباشرة على طول، يعني لا يستطيع أحد طرفي العقد أن يتحلل من التزاماته. طيب أستاذ أحمد، حقيقة يخفف الأعباء عن المحاكم العامة وعن الخصومات. طيب نعم. بالنسبة للموثقين، الأشخاص الذين يقومون بهذه الخدمة، الموثقين يعني ما الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم للحصول على الترخيص المناسب؟ يعني وكيف يجب الوثوق في موثق ما من خلال الأفراد، يعني من خلال الناس؟ هل من تراخيص معينة يجب أن يظهرها لهؤلاء الأشخاص من ختم معين؟ شروط أيضا المتوفرة فيه؟ طبعا هذا سؤال وجيه يا أستاذة الكريمة. هناك حددت المادة الثالثة باشتراط طالب رخصة التوثيق هو أن يكون سعوديا أول حاجة، طبعا هذا معروف في جميع الأنظمة فيما يتعلق بترخيص المحاماة أو أي ترخيص فيما يتعلق الذي يصدر من وزارة العدل، طبعا أن يكون سعوديا، أن يكون حسن السيرة والسلوك. يعني حسن السيرة والسلوك هذه طبعا فضفاضة، يعني مثلا لا بد أن يكون هناك شخص لديه سلوك ولديه سيرة محمودة، ولكن هذه يعني تعتبر فضفاضة، هذه المادة أن يكون حسن السيرة والسلوك، يعني هذه، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية طبعا تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة مثل ما تفضلت من أحد الكليات في المملكة العربية السعودية، وأن يكون سليم الحواس، يعني لا يكون شخص كفيف ولا يكون شخص يعني أصم، كذلك يعني لا يكون قد سبق عليه الحكم بجريمة تخل الشرف والأمانة، هذا مهم جدا، يعني لا يكون أو صدر بحقه قرار تأديبي يعني بالفصل من أي جهة إذا كان موظف عام وموظف لدى جهة مثلا حكومية أو حتى جهة مثلا في الشركات العامة، أن يكون فصل تأديبيا، ولو حتى رد اعتباره، هذه مشكلة حساسة جدا، يعني حتى الشخص الموثق حتى لو كان رد اعتباره لا يمنح له هذا الترخيص. يعني حتى أنه في نظام المحاماة إذا رد الاعتبار أو إذا حكم على أو إذا حكم عليه مثلا بحكم بعد السنة، فمن حق المحامي أن يعيد الترخيص حتى لو بعد 5 سنوات، يعني يحق له، لكن هنا يقول لك لا يحق حتى ولو رد اعتباره، هذه مهمة وخطيرة جدا. نعم. وأن طبعا يجتاز المقابلة الشخصية وأن لا يكون موظفا عاما في الدولة، يعني يعني يتفرغ لمكتب التوثيق. نعم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة، كل هذه المعلومات المحامي أحمد الراشد، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض، شكرا لك.
طلب الكاتب والناشط البيئي بالاتحاد العربي لحماية البيئة عبد الله مكني بضرورة إيجاد قافلة البيئة خلال هذا الصيف ضمن برامج التنشيط السياحي للمناطق والمحافظات التي بدأت فعالياتها ولا تزال مستمرة لأشهر قادمة، ذلك من أجل تعزيز مفهوم الثقافة البيئية لدى كافة شرائح المجتمع. ذكر مكني أن تلك المناسبات الموسمية هي فرصة لنشر أهداف البيئة للفرد وللعائلة من خلال تجوال قافلة رسمية تحمل اسم البيئة لتكون ضمن مهام ومسؤولية الجميع، وكذلك من أولويات المواطن والمقيم لصيانة البيئة والحفاظ عليها. عبر الهاتف من الرياض ينضم لنا عبد الله مكني الكاتب والناشط البيئي في الاتحاد العربي. استاذ عبد الله مساء الخير، اهلا بك معنا. اذا مطالبه بحمايه البيئه بضروره ايجاد قافله مصاحبه للنشاطات الصيفيه، الى اين وصلت هذه المطالبات؟ هل يمكن تطبيقها الان؟ نعم، اولا مساء الخير للجميع، اشكر لكم حقيقه تسليط الضوء على هذا الموضوع البالغ الاهميه. ما في شك، طبعا احنا انطلقت في المملكه قبل اكثر من شهر تقريبا مع بدايه الموسم الصيف اللي هو قافله السياحه او برامج التنشيط السياحي في كثير من مناطق المملكه العربيه السعوديه، سواء في الرياض او جده او مكه المكرمه، المنطقه الشرقيه، شمال وجنوب المملكه. فحقيقه كان لنا يعني موضوع في عدد من الصحف، سواء كانت ورقيه مطبوعه او الصحف الالكترونيه، بان يكون لدينا ومن تلك القوافل اللي يعني بتعزز مفهوم السياحه في المملكه العربيه السعوديه، على اقل تقدير ان يكون هناك تعزيز ايضا لمفهوم ما يسمى بالثقافه البيئيه عبر تلك المسيرات الجيده حقيقه، سواء كان عن طريق كرنفال او مهرجان او باسلوب جديد تقوم به كل دوائر السياحه في المملكه العربيه السعوديه، او حتى برامج التنشيط السياحي اللي هي طبعا تتبع لكل اماره منطقه او محافظه. فكان موضوع مهم جدا نحاول من خلاله ان نعزز صيانه البيئه، ان يكون لنا بصمه بيئيه جديده حقيقه. يعني هل قدمت هذه قدمت هذا الطلب استاذ عبد الله رسميا الى الجهات المعنيه؟ والله احنا على كل حال عندما نخاطب عن طريق الصحف، سواء كانت الصحف الورقيه الرسميه او الالكترونيه او عن طريق الجهاز الرئيسي التلفزيون او شريك رئيس، هذا بحد ذاته يعتبر اقوى من كوني يعني مجرد طلب. فبالتالي انا استشعرت اهميه وجود البيئه، لانه المملكه العربيه السعوديه حقيقه مع اتساع مساحتها ولله الحمد والمنه لدينا يعني كثير من مقومات السياحه البيئيه. هذا مفهوم جديد يمكن لم يتجاوز 3 عقود، مش فقط على مستوى الوطن العربي او الخليج او المملكه، انما حتى على مستوى العالم مفهوم السياحه البيئيه. حاولت حقيقه من خلال نشاطي البيئي، من خلال الكتابه، من خلال الكثير من نشر التقارير في وسائل التواصل، ان نربط فيما بين مفهوم السياحه من جانب كصناعه سياحيه، ومفهوم اللي هو طبعا تعزيز الثقافه البيئيه بالوعي بكثير من المقومات اللي بتقوم فيها، سواء كان هيئه السياحه او هيئه الارصاد وحمايه البيئه المستحدثه الان ايضا اللي هي وزاره البيئه مع الزراعه والمياه، كل هذه الجهات الرسميه. نعم. حقيقه انا اتمنى انه تعرج على هذا الموضوع ولا تمر. طيب. فقط مرور الكرام. يعني من خلال بحوثك، من خلال دراساتك عن هذا الموضوع، عن الثقافه البيئيه، وفي اطار ما ذكرته في ما يخص تعزيز الثقافة البيئية أو الوعي لدى المجتمع بهذا المفهوم، يعني مفهوم البيئة، مفهوم الثقافة البيئية، من خلال ماذا؟ يعني من أين يجب أن يبدأ المواطن؟ من أين يجب أن يبدأ أي شخص، أي فرد في المجتمع السعودي للحفاظ على بيئته؟ كيف يمكن نشر هذا الوعي؟ سؤال جيد، سؤال جيد. ما في شك، هو عندما ننتقل، وأنا أوضحت هذا عدة مرات حقيقة، عندما ننتقل من مفهوم الثقافة البيئية فقط مجرد من مطويات أو بروشورات أو كتابة صحفية كخبر أو تقرير، إلى مفهوم أقوى ألا وهو تعزيز السلوك الميداني. أنا طالبت حقيقة عدة مرات، سواء كان على مستوى الاتحادات العربية للبيئة والتنمية المستدامة أو على مستوى هنا في المملكة العربية السعودية عبر قوافل الصيف، عبر كثير من الندوات أو الأمسيات اللي إحنا بنحاول أن نتكلم من خلالها ورقيا أو إذاعيا أو حتى مرئيا في التلفزيون، بأن نتحول من ثقافة التنظير للبيئة وتلقي المعلومات كيعني معلومه ورقيه او معلومه مطبوعه او ما شابه ذلك، الى ما هو اهم من ذلك، الا وهو ثقافه السلوك البيئي. من خلال القوافل الصيفيه وهو موضوعنا اليوم، نستطيع ان نغرس حب البيئه لدى كثير من شرائح المجتمع، حتى لا ننسى ايضا انه
السياحه دائما تستقطب العائلات، مش فقط عباره عن افراد، وبالتالي نعم. هذه العائله فيها عده فئات عمريه، فهناك الكبير، هناك الصغير، هناك المراهق، هناك المسؤول، هناك كذلك المهتم او المتابع، وبالتالي انا اجدها فرصه كبيره جدا لما تبقى من حوالي تقريبا شهر او اكثر من شهر في بعض برامج الصيف او التنشيط السياحي في انحاء المملكه، ان يكون لنا حقيقه، اعيد واكرر، بصمه بيئيه تعالج اي خلل لا سمح الله في البيئه، حتى تكون صيانه من جانب، تعزيز نعم. هذا التثقيف من جانب اخر، وايضا اللي هو اهم من ذلك فعل وسلوك. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا سيد عبد الله مكني، الكاتب والناشط البيئي في الاتحاد العربي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض، شكرا لك. قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل المشاهدين، انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية تعاون مع حساب موجز الأخبار السعودية الإخباري. إذن اخترنا لكم منها: الدفاع الجوي السعودي يتصدى لصاروخين فلسطينيين أطلقا على أبها وخميس مشيط. أيضا من ضمن تغريدات هذا الحساب: تعليم مكة المكرمة ينهي غدا فترة تسجيل الرغبات للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجيا. أيضا صندوق التنمية العقاري: استئناف القروض السكنية قريبا، ويقول بأنه يتم العمل على هيكلة شاملة للصندوق. من ضمن تغريدات حساب موجز الأخبار: وزارة التجارة تستدعي 7000 جيب شيروكي لخلل في ناقل الحركة، وأمير عسير يوجه بالقبض على عملة وافدة امتهنت النعمة ومعاقبتهم. إذن فاصل قصير المشاهدين، بعده نعود مع باقي مواضيع الوطن اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة والنائب السابق لرئيس لجنة المواشي فهد السلمي أن أسعار الماشية بكافة أنواعها مستقرة، إلا أنها شهدت في بعض الأوقات انخفاضات طفيفة نتيجة العرض والطلب بحسب فترات السنة. وحول متطلبات إحدى الجمعيات ومطالباتها بالثروة الحيوانية وبإيقاف الاستيراد لجميع أنواع الثروة الحيوانية من الخارج بشكل مؤقت، قال إن المطالبات بإيقاف الاستيراد غير منطقية نظرا لأنه سينجم عن ذلك ارتفاع في مبالغ الأسعار. وتوقع أيضا متعاملون في أسواق الأغنام أن تبدأ الأسعار بجميع أنواعها في الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع القادمة، خصوصا قبل حلول عيد الأضحى المبارك التي يتوقع أن تزيد فيه الأسعار بنسب قد تتجاوز 30% للأنواع التي تكتمل فيها شروط الأضحية. عبر الهاتف معنا من جدة الأستاذ فهد السلمي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة والنائب السابق لرئيس لجنة المواشي. أهلا بك معنا أستاذ فهد. يعني لو تضعنا في صورة الوضع الآن فيما يخص سوق الماشية، فيما يخص أسعارها، خاصة وعيد الأضحى المبارك يعني اقترب في قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأسعار المواشي في الوقت الحاضر لم يكن فيها زيادة كبيرة، وإنما كان هناك يعني انخفاض طفيف في الأسعار، وهذا لن يستمر، حتزيد الأسعار بالتدرج، وليس كما ذكر 30% أو ذكرت، أنا ذكرت من 10 إلى 15% كزيادة لفترة الحج وعيد الأضحى الفترة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لأنه الأغنام بجميع أنواعها والأبقار متوفرة جدا في أسواق المملكة العربية السعودية، وبالأخص في مدينة جدة ومكة المكرمة، فالكل موجود بجميع الأنواع، سواء حري هذا بالنسبة المحلي أو مستورد بالنسبة سواكن اللي هو من السودان أو بربري من الصومال أو نحو ذلك، الكل موجود والأسعار مستقرة الآن والأسواق متوفرة. والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عزه الله وحفظه ولي عهده حريصين على خدمة هذه المملكة والوافدين من حجاج ومعتمرين ونحو ذلك وامراء الخليج بصفة خاصة، حريصين على أن تكون الأسعار مستقرة
وأن تقدم جميع الخدمات على أحسن ما يرام. هناك البنك الإسلامي الذي أوكلت إليه المملكة المشروع الهدي والأضاحي هو قائم بجميع المسؤوليات منذ عام 1403، فيقوم بالاستيراد، ومو بالاستيراد مباشرة، يقوم بالتعاون مع مقاولين أو مستوردين وينفذ، والأسعار لا تتعدى 500 ريال بالنسبة للبربري بصفة عامة. السنة هذه عندي علم يقين بأنه الأسعار 460 الكربون، وهذا جدا يعني واقع أن الأسعار لن تزيد على هذا الشيء إذا زاد شيء بسيط. طيب أستاذ فهد، فيما يخص الحفاظ على يعني الثروة المحلية، وفيما يخص أيضا التربية المحلية للأغنام، ويعني والحفاظ على ربما لكي يكون المعروض في المتناول الأسعار أيضا يعني ربما مستقرة وفي متناول الأفراد، ما هي مجموعة العوامل التي تدخل في ذلك؟ هل لذلك تأثير في العمالة، في الأعلاف، في ماذا بالتحديد؟ الآن يعني بالنسبة يعني ما سمعون مثلا أن الزراعة مثلا ما يبوز أو برسيم عشان المياه وعشان نحو ذلك قد يكون، لكن الثروة الحيوانية بالحقيقة المحلية موجودة الآن، والكل مجتهد في أنه يربي ويعمل، وموجود الكل، والدولة داعمة لشيء هذا، خاصة مثل وزارة الزراعة الآن هي الدكتور عبد الرحمن الفضلي، هذا الآن وزير جديد ونشيط، ومعه طبعا وكيل الوزاره اللي هو الدكتور اعتقد البطشان او نحو ذلك. الدوله موفره جميع ما يحتاجونه الجماعه ذول من ادويه وبيطريه ومساعده، وحتى في الاعلاف يدمعون بالنسبه الداعمين. نعم استاذ فهد، طمعوا الظلال هذا من الدوله وداعمين، الكل ياخذ نصيبه بالنسبه اذا جاء الى هذه الجهات. نعم أشكرك جزيلا، شكرا لك على هذه المداخلة معنا. السيد فهد السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة والنائب السابق لرئيس لجنة المواشي كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جدة، شكرا لك. ما تزال الأرقام المفزعة التي تعلنها إدارات المرور المختلفة في كل مناطق السعودية حول ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في فصل الصيف بشكل خاص تمثل هاجسا لدى الجميع، بعد أن تبين أن معظم هذه الحوادث تقع نتيجة تصرفات غير مسؤولة من بعض السائقين خاصة فئة الشباب. أرقام بعدد ضحايا حوادث المرور من قتلى ودرجات إصابة مختلفة تعلن عنها الجهات الرسمية السعودية، هذا عدا عن الأضرار الكبيرة التي تخلفها الحوادث بالممتلكات العامة والخاصة. عدم الالتزام بالتعليمات المرورية وهواية التفحيط التي تنتشر بين الشباب السعودي من بين أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع حوادث المرور بالمملكة وفقا لتقارير من جهات حكومية مختصة. إرشادات مرورية وبرامج تعليمية وإرشادية تبث عبر وسائل الإعلام وأخرى منتشرة في كل مكان على شكل لوائح ومطبوعات وحملات مستمرة تتبناها المملكة العربية السعودية لم تقلل نسبة الحوادث بالشكل المطلوب. وفي آخر إحصائية رسمية نقلتها الصحافة السعودية أفادت بوقوع 46,232 حادثا مروريا في طرقات المملكة تسببت بوفاة نحو 736 شخصا، وذلك بمعدل 24 حالة وفاة يوميا، وذلك فقط في خلال شهر مايو أيار 2016. كما تفيد تقارير مرورية رسمية أنه في العام 2015 وقع 518,795 حادثا مروريا، وتسببت جميعها بوفاة 8,063 شخصا وإصابة نحو 36,000 آخرين. هذا وسجلت الرياض أكبر عدد من الحوادث المرورية، تلتها مكة ثم المنطقة الشرقية ثالثا، في حين سجلت منطقة مكة أكبر عدد من المصابين والمتوفين بسبب الحوادث رغم أنها تحل ثانيا من حيث عدد الحوادث. ويشار بحسب الدراسات والأبحاث إلى أن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري، خاصة السرعة، إضافة إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين واستخدام المركبات لغير ما أعدت له مثل التفحيط. كما أن ارتفاع إصابات الحوادث يستنزف الجهود الصحية ويشغل ثلث الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية،
إضافة إلى أن أخطر الحوادث تشهدها الطرق السريعة، كما تعتبر الحوادث المرورية من أكبر الأخطار الأمنية التي تواجه المواطن السعودي، وهي الأكثر استنزافاً لاقتصاد المملكة. ناقش مغردون سعوديون مسببات الغضب عبر وسم مسببات الغضب الأساسية، وتفاعل معه آلاف المغردين ليصل إلى قائمة الوسوم الأعلى تداولاً صباح اليوم. المغردون ذكروا عدة أسباب للغضب، منها الكذب والخداع والغيرة والتحدي أيضاً على حدود الله أو أن يوقظك أحدهم من النوم فجأة، بينما حثت بعض التعليقات على عدم الغضب ومحاولة التحكم بالنفس مستشهدين بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نستعرض إذن معكم مشاهدينا أبرز تغريدات حول هذا الوسم. نبدأ من تغريدة لخالد عبد الله ذكر فيها أن مسببات الغضب الأساسية بالنسبة له هي التجريح وسوء الظن وعدم الاحترام والظلم والتقليل من شأن الآخرين والإهانة، وذكر قوله جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم. تغريدة أخرى إذن من خالد البكر نصح فيها بأن يسيطر المرء على أول 20 ثانية من حالة الغضب، حالة القتل والطلاق برأيه تكون في حالات الغضب. أما سحر عبد الله ذكرت في تغريدتها أن ما يغضبها هو قلة النوم. يغضبها أيضا عندما يتحدث إليها شخص في قصة طويلة وأثناء حديثه يقوم بالضرب على كتفها في إشارة منه إلى الإنصات. وأيضا مغردة أخرى قالت: يغضبها تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وربط أيضا العادات والتقاليد في الدين والجهل والغباء والتعدي على حقوق الغير بحسب رأيها. إذن بهذا نصل معكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الوطن اليوم. أذكركم دائما أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا على مواقعنا أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني أيضا وإيميل البرنامج. أطيب تحيات لكم مني ومن فريق العمل. أعود وألقاكم في استوديو الآن 8 مساء من توقيت الإمارات. إلى اللقاء.